أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من يوم السبت القادم المصادف للسادس عشر من شهر أيلول سبتمبر إلى الجمعة الثاني والعشرين من نفس الشهر. أربع اقترانات فلكية بين المريخ وعطارد والزهرة وأشعة الشمس مقابلة إلى كوكب نبتون المتراجع في مجموعة الحوت المائية، مما ينذر بكارثة بيئية كبيرة أو حدث إرهابي تهتز له وسائل الإعلام. And you can see what looks like smoke rising. This is in Mexico City proper. That may actually be facades of buildings collapsing. Move on to the next video if you would. And you'll see that it's not limited to this particular area. مع حضراتكم هذه اللقطات الحية من مدينة مكسيكو سيتي وعدد من ضواحيها والتي ضربت بزلزال سجل ما يجاوز 7 درجات على مقياس ريختر. لا حصيلة أولية حتى الآن عن عدد الضحايا، لكن على الأرجح فإن حصيلة كبرى على الأقل في خسائر الأرواح ستكون ناجمة عن هذا الزلزال. لكن أجملت اليوم جملة قوية جدا، هي عودة الأعصير المدمرة لأمريكا الوسطى، يعني بعد تداعيات إعصار إيرما المدمر على جزر الكاريبي بأكملها ووصوله إلى فلوريدا، ها هي ماريا تتقدم وبعنف وبقوة وبسرعة شديدة. تحولت صباح اليوم بتوقيت أمريكا الشمالية إلى إعصار من الدرجة الخامسة، يعني أعلى سلم الأعصير. 震源が海底ですと津波の恐れがあります。今新しい情報です。 津波警報が出ました。津波警報が出ました。 الإرهاب يضرب العاصمة لندن من جديد ويستهدف أنفاق المترو في ساعة الذروة الصباحية، حيث يستخدم الآلاف من سكان العاصمة هذه الوسيلة للتنقل إلى أماكن العمل والمدارس. حقيقة المنطقة أغلقت بشكل كامل، هناك طائرة تحوم فوق سماء المنطقة، الشرطة الخاصة المسلحة تبحث عن شخص تقول إنه هو من وضع قنبلة يدوية الصنع موقوتة في عربة القطار. الآن هناك بحث جار عن هذا الشخص الذي ترك تلك القنبلة. أدى الإعصار الذي ضرب رومانيا إلى سقوط ضحايا، حيث قتل 8 أشخاص غرب البلاد، فيما أصيب 67 آخر بينهم 6 أطفال. سرعة الرياح تعدت 90 كيلومترا في الساعة، وأدت إلى خلع 10 أشجار، كما تضررت بسببها المباني وخطوط إمداد الكهرباء. ها هو إعصار خوسيه يتأهب لاجتياح أمريكا، حيث أعلن المركز القومي الأمريكي للأعاصير عن إعادة تصنيف إعصار خوسيه بالمحيط الأطلسي إلى الدرجة الثالثة. وأشارت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية إلى أن الإعصار يواصل تحركه في الاتجاه الشمالي الغربي بسرعة 26 كيلومترا في الساعة، محملا برياح تقارب سرعتها في الوقت الحالي 195 كيلومترا في الساعة.